بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ييثما يسمى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، التص نشكيا إذا يديوسين زي الإخوة زي المغرب للسانيتي يعني زي أوروبا، سكنيت بعض فيديوهات ديال الواتساب ديال الفيسبوك اننا غزامين توقيع عن جايه يتم ثنغي مازيغن، يعني يتم ثنغي جندي اوروبا تكون يتم ثنغي جندي ديال المغرب، يتم ثنغي جندي المغرب تكون يتم ثنغي جندي اوروبا. فهذا لا ينبغي. فني غاسك خفينو سبحان الله، ما الله سبحانه وتعالى اسخر نغد الواتساب ديال الفيسبوك باش انعص الله سبحانه وتعالى الزيس. هذا لا ينبغي احباب الكرام، انما الواتساب ذا الفيسبوك قيس قارث الله سبحانه وتعالى إنشين باش نستعمر في طاعة الله جل وعلا. فالله يجزيكم بخير واسن غميزي دغاب ذي قول الله يلورين ويتمزق ذاخر، يعني أنه يثمت من غنكي يثمت من غنغني. هذا لا ينبغي أحباب الكرام. قال إنسان ميش قال وقت النسي غراء، وقت النسي غراء إخساتي أثي استعمر ذي طاعة الله عز وجل ويتتوشاب إلا أنه أي كلمة تدي استفغز قموا من نسخة سيحاسب يوم القيامة. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان ذين إما رخاء إما ذي سقاء. فالله يجزيكم بخير، اتقوا الله عز وجل. بعد من فيديوهات بعد قمنا يذ فتنة طمقران قمنا يذ ديوي المشاكل ذي مقران قل إنسان يخسر غزة شوية غزات وغزابو غايد عنس وهذه غزة شوية غزات يعني المآلات. فالله يجزيكم بخير، حفظكم الله. بعد من فيديوهات اتقوا الله عز وجل. أي كلمة أضيف قمهم يوم القيامة خاست حسبت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. الإنسان الذي سيورج الكلمة وزي رضوان الله سبحانه وتعالى إجن كلمة في الصباح أضيف الله سبحانه وسيجبور حسب أضيف الله سبحانه وتعالى درجات الجنة. العكس كذلك، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. الإنسان الذي سيورج ورزقهم من الناس وسيجبور حسب أتير زي سخط الله سبحانه وتعالى زي الغضب الله سبحانه وتعالى الكلمة يا السهوى في نار جهنم والعياذ بالله. من الذي اتقى الله عز وجل أي كلمات حاسب خس يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاتقوا الله عباد الله. قال الله لو أنسين ميزيد غنب ذورة من زغن كمر قيم سر من يخسر يريمونان. قال المسلم أخو المسلم يخسر كالبنيان المرسوس، يعني هذا الآن ميتو النبي صلى الله عليه وسلم إنش يشد بعضه بعضا. فما يمينشي نتمن غا ميخن نتمن غا وانت من غير يعني سبحان الله خيج نحاش بسيطة واثجي أصلا بنمدي الصبغة خارقة كني وقا كني وقا ماني وايت كمين إخسان غنمونث. إنما المؤمنون إخوة قيجني سقسان النبي صلى الله عليه وسلم إنس أي المسلمين أفضل مني جيمسر مني سبحان إنش من سلم المسلمون من لسانه ويده ونويت عدين بخي إثم سير سنس. فما بالك الواتساب واني تدي السيور أخو ما سسين قا كني وقا كني إن غني خزدار العوض قا كني وقا كني قام أنا يويت كمير. اتقوا الله عباد الله، الله يجزيكم بخير. قال الواتساب ذا الفيسبوك واجي خرقي ذي الله سبحانه وتعالى واجي سخاري ذي الله سبحانه وتعالى باش أثناء استعمل إيمانا يقر وقت نشي يوم القيامة خزد حسب. فالإنسان يوم القيامة يذي حذج الحسن واتيتيف. فالإنسان غادي في خمسي سقاء غادي يستغفر الله سبحانه وتعالى غادي يستغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر غادي نشغل خمس الذكر قيوم القيامة تحتاج الحسنة تحت غابة باش يستين وشي حسنة أشين الله تحت غابة باش يستين وشي حسنة أشين الله يعني يوم القيامة كرجي قا نفسي. فالإنسان يستغل وقت النص في طاعة الله جل وعلا. فالله يجزيكم بخير، حفظكم الله. هاي يثمى غاي اسمى بعد من فيديوهاته بعد من مشاكله بعد من مشاكل نغدي توين المشاكل. الله يجزيكم بخير. فنشتدعو مرة ومرة ونيجي نشاف فيديو
ici où les chiétmes et gens d'Europe, si on chiétmes de le Maghreb, تغزيسن الله يجزيكم بخير تقمبيجن فيديو أتوب مع الله سبحانه وتعالى أتصرح مجعراهم كوري جديك شب فيديو لشيني يعني سمح ثي مرة مني قواجبو يمني أستغفر الله وأتوب إله باش الله سبحانه وتعالى هذا سيخفى خاصة شين قانق ذير عواشا فبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم بعد من فيديو وثاب بعد من نظام تغيو المشاكل وجزاكم الله خيرا وسمح ثي مرة سويق شوي بارك الله فيكم والله لو نغي تقسى داخر سالمشاكل وحفظكم الله ورعاكم أسأل الله تبارك وتعالى أذن غي سمور في طاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله أذن غي محمار الذنوب النغز جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم هذه المادة من موقع إسلام نور. من موقع إسلام نور.